المرة الماضية شفنا أثر الفيدباك على second order system. إحنا نرجع الآن نطلع على first order system. هذا عندي first order system. كيف أول شيء بعرف إنه first order؟ أكبر معامل لS القوة تبعته هي واحد، مش هيك؟ هذا بقدر أفكر فيه بالشكل العام تبعه كأنه واحد على تاو S plus one. وتاو هي إيش؟ التايم كونستنت، مش هيك؟ التايم كونستنت تبع هذا first order system. هلا هذا لو جيت حليته دخلت له ستيب فانكشن راح الاقي انه الريسبونس تبعه راح يكون شكله بهذا الشكل، لو اعطيته ستيب فانكشن هون راح الاقي انه في ريسبونس تبعه بهذا الشكل من هون، وهذا بوصل مثلا على تعريف الفيرست تايم كونستنت بوصل 67% من الفاينل فاليو تبعه بعد فتره قد ايش؟ 1 تايم كونستنت. انت بعمل سيتلينج زي ما حسبناها قبل شوي، بعد خمس تايم كونستنت بوصل تقريبا 99. يعني لو اخذت هدول 2 3 4 5 تقريبا هون بعتبر انه وصل 99.7% من الفاينل فاليو هو 100%. اوكي هذا هون بعد 5 تايم. وين البول تبعه هذا السيستم؟ ايش البول تبعه؟ ايش يعني هيك إيه لما بقول ايش البول؟ كان بقول ايش الفاليو تبع اس اللي بخلي المقام ماينس 0 ماينس ايش؟ 0.1. اذا لو رسمت البلين تبع راح الاقي انه هذا ماينس 0.1، وايش وحده 0.1؟ راديان بير سكند. طيب لو جيت السيستم هذا ركبت له الان يونيتي فيدباك، يعني اتش او اس 1 ايش قيمتها؟ واحد. شو صارت الترانسفير فانكشن الجديده الان تبع هذا السيستم؟ متذكرين شو كيف بتصير عندي؟ بتصير جي او اس على واحد زائد جي او اس اتش او اس، اتش او اس 1 ايش؟ واحد. صارت جي او اس على واحد زائد جي او اس. إذا أخذت جي أو إس هاي إيش كيف مصرفهم هدول؟ قدر الكيف هاي بتصير عندي ترانسفير فانكشن جديدة تبعت السيستم جي أو إس تساوي كيف على 10 إس بلس 1 على 1 زائد كي على 10 إس بلس 1. بقدر أضرب البسط المقام في 10 إس بلس 1 إذا ضربته بنفس القيمة بتبسط عندي جي أو إس بتصير بالحالة هاي كي على 10 إس زائد 1 زائد ايش البول الان بصير عندي بالحاله هاي؟ البول تبع السيستم ناقص 1 على 10 بتصير ناقص، مضبوط ناقص. اذا عندي هلا البول، البول بيساوي ناقص 1 زائد كي ناقص على ناقص كي، او يعني خلينا نحطها 1 زائد كي ناقص على 10. مضبوط؟ طيب لاحظوا هلا لما ببدا بزيد كي ايش رح يصير في البول؟ رح يروح بهذاك الاتجاه. يعني مثلا لو جينا هلا اخذنا، يعني لو رسمنا هون تيبل وحطينا هاي القيم كي وهون عندي مكان البول، هلا عندي هون اوبن لوب البول كان ماينس 0.1، طبعا هذا هون راديانس بير سكند. لو كي هلا صارت مثلا 1 و4 و5، 5 على 10 رح تعطيني 0.5، اذا هاي لما تكون 5 هاي بتصير 0.5، لما تصير 9، 9 و1 10 على 10 رح تعطيني 1، هاي 9، لما تصير 14 بتعطيني 14 و1 15، 15 على 10 بصير 1، ولما تصير هاي 19 بصير عندي ناقص 2. اذا البول عماله بيتحرك الان بهذا الاتجاه، تحرك عندي من ماينس 0.1 راح ل ماينس 0.5، بعدين تقريبا راح على 1، بعدين راح على 1.5، بعدين راح على 2. وقيم كي قديش كانت؟ قيمة كي هون كانت 14 هي هاي، ولاحظوا حطيت انا عليها هاي الإشارة معناها عمالة تتحرك، وبعدين عندي هون كي بتساوي 9، كي بتساوي 5، وهون كي بتساوي 19. آخر واحدة 19 عفوا، هذه 19، هذه 14، هذه 9، وهذه 5. إذا
الكلوز لوب سيستم عمالي بزيح السيستم النيجاتيف فيدباك على هذا السيستم عماله ببعده عن وعمال بروح طبعا في النهايه لما تصير كي كبيره بيبدا يقترب من انفينيتي. ماشي واضحه هاي الفكره هون؟ هلا اسالكم سؤال انتم تفكروا فيه، لو البول اصلا كان هون ايش بصير فيه؟ لو البول كان هون شو معناها السيستم؟ شو بصير عندي؟ لما اركب كلوز لوب نيجاتيف فيدباك وذ فاريبل جين وين راح يروح البول؟ ستيبل. اذا شو راح يعمل لي كلوز لوب نيجاتيف فيدباك لس انستيبل سيستم؟ اذا هي احد فوائد الفيدباك، الفيدباك ممكن كمان لو انا البول كان عندي هون كان ممكن اعمل ستيبلايزيشن للسيستم وحسن لي الرايز تايم، شو راح يصير هلا بالريسبونس للسيستمز هدول من هون؟ التايم كونستنت ايش عم بيصير فيه؟ الفريكونسي عم بتزيد، البول عم بيزيد، اذا التايم كونستنت شو عم بيصير فيه؟ بالضبط، اذا راح تلاقي انه عم تقيم هذا من هون راح يصير السيستم، ايش عمله بصير بالريسبونس تبع السيستم الفيرست اوردر سيستم؟ اسرع. يعني as k increases بتحسن بصغر التايم كونستنت، ليش صغر التايم كونستنت؟ لانه البول كونستراكتيف زاد بنزل معك شيء خلص كانوا عمالهم بيحكوا لنا لازم نطلع من القاعه.